أي نمر في بطاقة تعريف كلمة في مضمون وشكون قال حقي مضمون سألت شورت ناقشت أمنت ساعات سلمت أنا على خاطرني كيف كيف انتخبت ولا ما انتخبت وساعات سلمت أنا على خاطرني كيف كيفك انتخبت ولا ما انتخبتش خبت ولا صمت فرحت ولا دمعت ما زلت نحب نحب حلمتي نحب حقي نحب غدوة نحب نكون الفرق نحب تونس ما لنقيت اثنين على الاسمون انتخبت تحمل أستاذ خبت الأخيرة وكم شبت أكبر بديت من أدريسة دوم شبت وين مكان الانتخاب وكيفاش طلع اليوم متاع الانطلاق الانتخابي الانطلاق التسجيل هون اليوم شرح ببوغيبا لا ما متعدي فرازات تو متعدي فرازات كيتا كنت باش نتصل اليوم أخي يعني كيتا سيبيان أورغانيزي أما نمشي وتبدا في المناطق الأخرى مركزين على الصندوق عشان تمشيو حتى المناطق الشعبية والمراسلين كلها خاطر في هذوك هما أكثر ناس ما يحبوش يتحركوا دونك العشية باهي خاطر الناس بداوا أكثر برود ينجموا يخرجوا يلقاو هما المؤسسين باش يبدلوا باش يبدلوا اعتبار الواتي عون تسجيل في الفرعية جمهورية اليوم بطاقة عملية التسجيل بتاع الناخبين بتاع الانتخابات التشريعية إن شاء الله شفنا إقبال برشا بتاع معناها المواطنين بالنسبة للعبيد اللي مسجلين في 2011 معناها سي ديجا مسجلين جوست كونفيرماسيون بالتليفون معناها اللي يعمل نجمة 195 نجمة بعد نمر بطاقة تعريف دياس يجي معناها البلاصة بالنسبة اللي ما سجلوش قبل يجي ونسجلوها بالنسبة اللي بجي بشونجي لادغيس يجي بدل لادغيس نتاعو كيف كيف يجي نسجلوه اما موجود كان في شارع بوغيبا ولا باش فما في كامل البلديات الكل وفي برشا بلايص لي مونوبري لي البلديات وحنا هون عملناه سبيسيالمون معناها الشارع في بوغيبا هي بديت الحملة اليوم مع ثمانية متاع الصبح وحتى الستة متاع العشاء وتتواصل حتى في جويلية حتى الفاندو جويلية بوغ لوموما حتى الفاندو جويلية ما فماش برولونغاسيون كان هكا بوغ لانستون سي 22 جويلية يمكن تصير برولونغاسيون ما بوغ لوموما حتى 22 جويلية معناها زادة وما نعرفوش اما كيفاش تلقى الاقبال مع 8 نتاع الصباح وتوا حتى 10 ونص نتاع والله يصلي على النبي سي بون معناها فما برشا اقبال نتاع المواطنين كبار صغار معناها شرائح نتاع المواطنين اش انت انتخبت قبل ولا هذه انتخبت قبل وكيفاش تغير الاجواء مش حاجه جديده كيما عاشت ما تبدل شيء تقول
شنو كيفاش شنو اللي حاسس اللي ما تبدلش كل شيء هذاك هذا ما عاد ما نقدر بلادنا بلاد حرية هذا ما يكون كان بينا احنا بشبابنا وبلادنا وبرجالنا الناس مدعوين باش يسجلوا اذا كانت تحب تونس يلزمك تقيد يلزمك تسجل